صباح الخير واهلا بيكم مشاهدينا في كل مكان. طبعا لا حديث الان الا عن تنسيق الجامعات واللي فتح ابوابه اليوم امام الطلاب. طبعا كتير من الطلاب عندهم اسئله واستفسارات كتيره عن التنسيق وتفاصيل التسجيل. احنا نستقبل مع حضراتكم كل الاسئله اللي هتجيلنا من الطلاب وكل الاستفسارات هنجاوب عليها مع حضراتكم مع مسؤول ملف التعليم العالي والجامعات باليوم السابع الزميل محمد صبحي. صباح الخير واهلا بيك يا محمد. صباح النور واهلا بيكي واهلا بالساده المشاهدين والمتابعين للتلفزيون اليوم السابع. اهلا بيك. محمد النهارده كان اول ايام التنسيق، فهل في اقبال من الطلاب على معامل التنسيق بالجامعات؟ هو في الحقيقه النهارده بالفعل اول ايام انطلاق المرحله الاولى لتنسيق القبول بالجامعات، و معامل التنسيق على مستوى الجامعات الحكوميه في التجهيزات وانها تكفت التجهيزات لاستقبال طلاب الثانويه العامه من المرحله الاولى لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق. ولكن في الحقيقه ان النهارده كان المشهد لافت جدا، وهو غياب الطلاب عن الحضور لمعامل التنسيق، لان اللي حضر عدد محدود جدا من طلاب الشهادات المعادله وليس طلاب الثانويه العامه المصريه، وده يعود الى ان الطلاب لم يتسلموا شهادات التخرج من مدارس التربيه والتعليم حتى الان، وده طبعا ما ينفعش اي طالب يبدا في تسجيل رغباته قبل استلام شهاده الثانويه العامه، ده لان الشهاده دي بتكون عليها الرقم السري اللي بيمكنه من الدخول على موقع التنسيق، وبالتالي الموقع يفتح امامه الباب لتسجيل رغباته. فكان النهارده يعني اللي رصدناه مع انطلاق المرحله الاولى للتنسيق وهو غياب الطلاب عن معامل التنسيق بالجامعات. تمام، دي فعلا كانت احد المشكلات اللي علق عليها كتير من الطلاب. طيب محمد، في ايمان بتسال المرحله الثانيه للتنسيق هتبدا امتى؟ طبعا هو المرحله الاولى للتنسيق كانت بدايتها النهارده وهتستمر معانا على مدار 5 ايام، هتنتهي يوم الاربعاء المقبل، هيكون موافق 25 اغسطس. نعم. بعدها بيتم اعلان نتائج المرحله الاولى للتنسيق، يعني ممكن على يوم 28 اغسطس يتم اعلان النتائج، وبالتالي على نهايه الشهر اللي هو يوم 30 هيتم فتح باب التسجيل الرغبات لطلاب المرحله الثانيه. يعني ما ينفعش نبدا المرحله الثانيه قبل اعلان نتائج المرحله الاولى للتنسيق. تمام. طيب خليني اسالك، يعني هل ممكن الطالب ان هو يسجل رغباته من المنزل دون التوجه لمعامل التنسيق؟ بالفعل، هو مكتب التنسيق اتاح الفرصه للطلاب بتسجيل الرغبات من المنزل او من خلال اي جهاز حاسب الي مزود بخدمه الانترنت، فيقدر من خلاله يدخل على موقع التنسيق ويسجل رغباته على موقع التنسيق لتسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات الجامعيه يعني. بالاضافه طبعا لفتح معامل التنسيق على مستوى جامعات القاهره وعين شمس وحلوان والجامعات الاقليميه، وتوفير فنيين لمساعده الطلاب في عمليات تسجيل وادخال الرغبات يعني. تمام. ولكن معامل التنسيق بتكون فاتحه لاستقبال الطلاب في تمام الساعه 9 صباحا وحتى الثالثه عصرا، على عكس طبعا لما يكون جهاز شخصي الطالب ممكن بيكون متاح قدامه تسجيل الرغبات على مدار ال 24 ساعه، مش مرتبط بمواعيد محدده. تمام. طيب في برضه نورهان بتسال، تنسيق الدبلوم امتى؟ تنسيق الدبلومات الفنيه دي بتكون بعد الانتهاء من تنسيق الثانويه العامه والشهادات المعادله، يعني احنا عندنا تنسيق الجامعات الحكوميه بيكون على بيتم على 3 مراحل، المرحله الاولى، المرحله الثانيه، بعدها مرحله تقليل الاقتراب لطلاب المرحلتين، وبعد كده بيتم فتح تنسيق المرحله الثالثه، يعني ممكن خلال مثلا 2 او 3 الايام من كل مرحله بتكون لمده 5 ايام، وبعدها يومين عبل ما يتم ترشيح الطلاب للكليات واعلان النتائج. تمام. طيب ممكن نتكلم برضو يا محمد عن ايه اكتر المشاكل والاخطاء اللي بيواجهها الطلاب خلال عملية التنسيق؟ هو في نقطة مهمة جدا مكتب التنسيق حذر منها اكتر من مرة، بتتمثل في الرقم السري، يعني الرقم السري ده المفروض الطالب يحافظ عليه بشكل جيد جدا، لا عدم التهاون او ان هو يمنح الرقم السري لطالب زميله لحد، لان موقع التنسيق بيتم بيتيح للطلاب تعديل الرغبات اللي هم سجلوها، يعني مش معنى ان انا سجلت رغباتي
ان انا كده خلاص مش هينفع ادخل تاني على موقع التنسيق، لا في مساحه لتسجيل الرغبات على مدار الخمس ايام المحددين للمرحله الاولى للتنسيق. وموقع التنسيق بيحتفظ باخر تعديل اجراه الطالب على رغباته، وبناء عليه بيتم ترفيعه للكليه. معنى ان انا اتهاون في الرقم السري الجديد، واحد زميلي ممكن يعني ما بتحصل بعض الاخطاء الرقم السري بيتسرق بيديه لحد، فبيدخل يعمل يعني تعديل على رغباته، وبالتالي الطالب يتفاجئ ان هو راح كليه غير اللي هو كان مسجلها، فبيرجع تاني لمكتب التنسيق. طبعا الميزه في موقع التنسيق ان هو بيحتفظ بالتعديلات الاجريه، فالطالب بيقول لهم انا مسجل وليكن كليه طب وانتوا جبتوني صيدله، فمكتب التنسيق بيقول له لا انت عملت تعديل في اليوم الفلاني. طب مهم جدا، صح، مهم جدا ان هو حافظ على الرقم السري وما يقولش عليه لحد، لانه ممكن يعدله رغباته وهو ما يعرفش. بالظبط كده، تمام. في كذا حد بيسال تنسيق المرحله الاولى كام، فعايزين نفكر الساده المشاهدين تنسيق المرحله الاولى كان كام. طبعا تنسيق المرحله الاولى حددته اعلنته وزاره التعليم العالي بالتزامن مع المؤتمر الصحفي اللي عقده وزير التربيه والتعليم لاعلان نتائج الثانويه العامه، وكان مؤتمر بالحقيقه مشترك ما بين وزير التربيه والتعليم والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي. واعلن ساعتها ان الحد الادنى للمرحله الاولى لتنسيق القبول بالجامعات بيتوقف عند 362 درجة ونصف بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية، وده النسبة المئوية ليها بتكون 88.41%، وإن عدد الطلاب الشعبة العلمية كان في المرحلة الأولى 22,954. ده بالنسبة للشعبة العلمية. الشعبة الهندسية طبعا الحد الأدنى ليها 80%، وبيكون إجمالي عدد الطلاب فيها 16,293 طالب. واخيرا الشعبه الادبيه عدد الطلاب فيها 79,000 بالنسبه مئويه 65% اللي هو الحد الادنى. وبالتالي بيكون احنا عندنا 118,280 طالب عدد الطلاب اللي ليهم حق تسجيل الرغبات في المرحله الاولى للتنسيق. طبعا عايز اوضح نقطه مهمه جدا برضو، يعني انا امبارح لما بدات الطلاب واولياء الامور يحصل عندهم حاله من التوتر والقلق بسبب عدم استلام الرقم السري وشهادات الثانويه العامه من المدارس، وبدا يعني عندهم حاله من القلق ان هم مش هيلحقوا يسجلوا رغباتهم، لا احنا تواصلنا امبارح مع الاستاذ سيد عطف رئيس قطاع التعليم والمشرف على اعمال مكتب التنسيق بوزاره التعليم العالي، واكد لنا ووجه رساله طمانه مهمه جدا للطلاب ان الطلاب ما يقلقوش وهيبداوا يستلموا، وبعد ما يستلموا يتوجهوا لمعامل التنسيق او يسجلوا من خلال الحاسب الالي الجهاز الكمبيوتر في البيت، وان هو التسجيل متاح على مدار خمس ايام للمرحله، فبالتالي امامهم الفرصه الكافيه لتسجيل رغباتهم وما فيش اي داعي للقلق، لان المدارس بدات بالفعل في تسليم الطلاب الشهادات من النهارده وبكره، فيقدر الطالب لو استلم شهادته الساعه 10 الصبح يتوجه للبيت مثلا لو هيسجل من خلال الكمبيوتر الشخصي دي، ويتوجه لمعمل التنسيق، بس اهم حاجه يكون مرتب رغباته اللي هيسجلها علشان خاطر ما يعملش رغبات بصوره خاطئه ويرجع تاني يحتاج ان هو يسجل تاني. فالمهم الفتره دي ان الطلاب يستغلوها في ترتيب رغباتهم علشان يبقى عنده الجاهزيه لتسجيلها بمجرد ما يحصل على الرقم السري مباشره. تمام. طيب خليني اسالك يا محمد، في كذا حد سال تاني امتى هينتهي تسجيل رغبات التنسيق، خلينا نوضح تاني هذه الجزئيه للساده المشاهدين. المرحله الاولى للتنسيق هتنتهي يوم الاربعاء الساعه 3 عصرا في معامل التنسيق، وهيكون 25 اغسطس. 25 اغسطس بالظبط كده. تمام. طب هو في كذا حد بيسال الاستمارات هتوصل امتى؟ الحقيقه من واقع يعني المتابعه المفروض ان هي وصلت المدارس النهارده ففي وبكره، ففي طلاب هتستلم النهارده وطلاب هتستلم بكره على حسب المدرسه اللي الطالب حصل منها على شهاده الثانويه العامه، فهو المفروض يعني النهارده الساعه 10 صباحا كانت وزاره التربيه والتعليم وكانت مصادر في وزاره التعليم العالي قالت ان الطلاب هتبدا تستلم الشهادات من النهارده يعني. طيب اتفضل. اتفضل. في معانا سلافه بتسال هو لازم نجيب استماره نجاح قبل كتابه الرغبات؟ ما هي استماره النجاح دي هي اللي بيبقى فيها الرقم السري، شهاده الثانويه العامه دي اللي بيكون فيها الرقم السري اسفل الشهاده مكتوب على الشمال الرقم السري، ده اللي بيقدر الطالب من خلاله
يدخل على موقع التسجيل، فبالتالي لازم يحصل على الرقم السري من شهادة الثانوية العامة عشان يقدر يسجل رغباته يعني. تمام. في نقطة مهمة ومميزة ان الطلاب هيقدروا يعرفوا نتائجهم بتاعة الترشيحات للكليات من خلال موقع التنسيق ايضا، يعني بمجرد الانتهاء من المؤتمر الصحفي اللي هيعقده وزير التعليم العالي لاعلان المرحلة الاولى للتنسيق هيقدر هيتم اتاحة النتائج للطلاب، يقدر الطالب يدخل على موقع التنسيق يعرف نتيجته من خلال موقع التنسيق، وبيكون بطباعه بقى بطاقه الترشيح بعد الانتهاء من مرحله تقليل الاختراب، ودي اللي هتنطلق بعد اعلان نتيجه المرحله الثانيه للتنسيق يعني. تمام. في ماجد بيسال من الطلاب بالنسبه للطلاب في الدول العربيه، ده مفتوح ليهم وزي ما ذكرت لحضرتك في البدايه التسجيل مفتوح لطلاب الشهادات المعادله العربيه والاجنبيه، وهم دول اللي حضروا النهارده في مرحله التنسيق وبداوا تسجيل رغباتهم يعني. مفتوح حاليا تسجيل الطلاب الشهادات المعادله. تمام. طيب خليني اسالك يا محمد، ايه هي مكاتب التنسيق اللي هيتم فتحها للطلاب اليوم، وايضا يعني هل في رسوم لتسجيل الرغبات؟ لا، تسجيل الرغبات بتتم بشكل مجاني دون اي رسوم، وبيقوم معمل التنسيق بطباعه الرغبات للطالب. لكن انا برضو بالمناسبه دي حابب ان انا انوه لحاجه مهمه جدا، وهي ان الطالب لازم يسجل 75 رغبه، يعني النظام مش هيقبل ان الطالب يسجل مثلا، في بعض الطلاب بيكون عندهم كلمه غرور مثلا بيقول انا جايب مثلا مجموع كليه الطب، فانا هحط الطب ومش هسجل بقيه الرغبات، النظام مش هيقبل هذا ولن يتم تسجيل رغباته ولن يتم طباعه الرغبات، فلازم اجباريا لازم الطالب يسجل ال 75 رغبه على موقع التنسيق الالكتروني. وزي ما حضرتك وزي ما قلت للمشاهدين ان التسجيل بيتم بصوره مجانيه، الجامعات هي اللي بتوفر الخدمه دي، وطباعة الرغبات برضو بيتم بشكل مجاني، ما فيش طالب بيدفع جنيه. وطبعا معامل التنسيق يعني ردا على السؤال الاخير بالنسبه لمعامل التنسيق المتاحه، متاحه على مستوى الجامعات الحكوميه كلها، ما من جامعه حكوميه الا وبها معمل واثنين وثلاثه للتنسيق. يعني على سبيل المثال جامعه القاهره خصصت معامل تنسيق في كليات الهندسه، اربع معامل تنسيق، كل معمل بيضم حوالي 50 جهاز كمبيوتر لاستقبال الطلاب. نعم. عندنا مثلا مخصصه في كليه الزراعه، عندنا جامعه حلوان مخصصه في كليه التنسيق، عامله 6 مقرات لمعامل التنسيق، وعين شمس هكذا، وكل الجامعات فيها معامل تنسيق، يعني اي جامعه حكوميه يقدر الطالب يروحها وبيقولوا له معامل التنسيق موجوده في كليه كذا، بيتوجه للكليه ويبدا يسجل رغباته، وفي فنيين واداريين موجودين بمعامل التنسيق بيساعدوا الطلاب وبيعاونوهم على مساله تسجيل الرغبات. تمام. طيب في شيماء بتسأل معانا، التنسيق بخصوص فني صناعي كام؟ لسه ما فيش مؤشرات نقدر نحكم عليها بالنسبه للمعاهد الفنيه الصحيه، لان النتيجه السنه دي مختلفه عن العام الماضي، زي ما حضراتكم تابعتوا ان النتيجه شهدت انخفاض، وبالتالي هيحصل انخفاض في الحد الادنى للقبول بالجامعات، ولكن النسبه المحدده للمعاهد الفنيه الصحيه ما حدش بيقدر يقول كذا في المية في الفتره الحاليه. وبننتظر طبعا مكتب التنسيق هو اللي هيعلن ده مع اعلان نتائج المرحله الاولى للتنسيق. تمام. طيب في نوره بتسال، هنعرف ازاي ان الكليه يعني اللي تم الموافقه عليها؟ بمعنى يعني هنعرف الكليه اللي تم الموافقه عليها من تسجيل الرغبات؟ بتسجيل الرغبات يعني. هي من خلال موقع التنسيق زي ما ذكرت لحضرتك، موقع التنسيق هتدخل عليه تقدر تحصل على نتيجه الترشيح بتاعتك، الكلام ده مش هيبقى قبل يوم 28 بعد اعلان نتائج المرحله الاولى للتنسيق وانتهاء المؤتمر الصحفي، هيتم اتاحه النتائج للطلاب على موقع التنسيق اللي هم سجلوا عليه الرغبات، هيدخل هيدخل برضه رقم الجلوس والرقم السري هيقدر يحصل على النتيجه. تمام. خلينا ناكد على هذه الجزئيه مره اخرى يا محمد معلش، عشان في كذا حد دخل سال عنها، هي هتبان امتى نتائج التنسيق؟ يوم 28. في الغالب مش قبل يوم 28، يعني المرحله الاولى المفروض بتنتهي يوم 25 يوم الاربعاء اللي جاي. بيبدا مكتب التنسيق يفرز يعمل عمليات فرز لرغبات الطلاب، وبناء عليه بيرشح الطلاب وفق نطاق الاستعباء للكليات. العمليه دي ممكن تتطابق حوالي 48 ساعه، لان حقيقه يعني احنا عندنا في مكتب التنسيق خليه نحل شغاله على مدار ال 24 ساعه، يعني ما بيفصلوش،
علشان ينهوا اجراءات الترشيحات الطلاب للكليات. وبعد كده بيتم تحديد مؤتمر صحفي وفقا لما ذكر وزير التعليم العالي في مؤتمر اعلان نتائج الثانويه العامه ان ده هيكون يوم 28 اغسطس، هيكون محدد لاعلان نتائج المرحله الاولى للترشيح، والطلاب هيستطيعوا الحصول على النتائج بتاعه الترشيحات من خلال موقع الترشيح اللي هم سجلوا عليه رغبات الامتحان بالجامعات. تمام. طيب معلش يا محمد، تاني خلينا نعيد على جزئية تنسيق المرحلة التانية انت، لان معانا مصطفى درويش بيسأل عن تنسيق مرحلة الدبلومات الفنية. معلش، وام محمد بتسأل عن المرحلة التانية. معلش خلينا نعيد تاني. المرحلة التانية هيعلن عنها بعد اعلان نتائج المرحلة الاولى للتنسيق. اللي هي بعد يوم 28. وبالنسبة لتنسيق الدبلومات الفنية بعد انتهاء تنسيق الثانوية العامة هيتم الاعلان عنه. تمام. طيب خلينا في كمان معانا في ناس كتير بتسأل التظلمات النتيجة بتاعتها هتبان امتى؟ المفروض ان هو وزير التربية والتعليم اعلن ان يعني هيتم اعادة النظر في التظلمات بصورة عاجلة واتاحة النتائج للطلاب بعد يعني بمجرد الانتهاء من قلق باب التظلمات هيتم اتاحة النتائج للطلاب وبعد النظر ومراجعة الدرجات وتجميعها. وبناء عليه برضو احنا حابين نرسل برسالة طمأنة لطلاب الدور الثاني ان الطلاب الدور الثاني بيكون مكتب التنسيق عامل حسابهم في الكليات والترشيحات بتاعتها. يعني ما لو طاعت مثلا جايب مجموع كبير وعنده مادة يمتحنها دور ثاني بيكون عنده تخوف ان هو مش هيقدر مثلا يلتحق للكليه اللي هو بيرغب فيها. لا، التربيه والتعليم بتسلم التعليم العالي شرائح المجاميع، ووزاره التعليم العالي ومكتب التنسيق بيكون عامل حسابه على هذه الجزئيه. فطلاب الدور الثاني هيكون ليهم فرص واماكن متاحه في الكليات على حسب مجموعهم برضه. تمام. في معانا منى بتسال تجيب الرقم السري منين؟ الرقم السري بيكون موجود على استمارة النجاح بتاعة الثانوية العامة اللي بيتسلمها الطلاب من المدرسة. تمام. طيب في معانا ماجد محمد بيسأل عن تسجيل الرغبات للطلاب في خارج مصر، هل في جميع جامعات مصر ولا في جامعات محددة؟ هو بيقول ان هو يعني من المنصورة، فهل في جامعة المنصورة اماكن لتسجيل الرغبات؟ بالفعل في، زي ما ذكرت لحضرتك، ان موجود في جميع الجامعات الحكوميه معامل للتنسيق بتستقبل الطلاب لتسجيل رغباتهم يعني. تمام. طيب خلينا نسال في محمود بيسال عن تنسيق جامعه المنصوره. لا، ما هو مؤشرات التنسيق دي ما حدش يقدر يحكم عليها دلوقتي. هو لو بيسال على مجموع الكليات احنا ما حدش يقدر يحكم عليها، لان دي بترجع وتعود للعرض والطلب والطاقه الاستيعابيه للكليات. طيب يعني في مريم بتقول يعني ممكن التوقعات المرحله الثانيه هتكون تقريبا من كام؟ هي المرحله الاولى بالنسبه للشهاده العلمي علوم سجلت 88، ممكن المرحله الثانيه تنزل ل 70%. خاصة في ظل انخفاض المجاميع يعني، وبنقيس نفس الشيء على المرحلة الأدبية، هي وقفت عند 65 الشعبة الأدبية. فممكن المرحلة الثانية تقف يعني أقل من 60% على حسب التوقعات يعني. طيب في معانا رحمة بتسأل عن الحد الأدنى للقبول بكلية الطب البشري تقريبا كام؟ يعني مؤشرات التنسيق وفقا لمجمع التكراري اللي اعلنته وزاره التربيه والتعليم بتقول ان القبول بكليات الطب هيكون السنه دي اقل من 93%، وممكن يصل الى الحد الادنى يصل الى 92، لان طبعا الكليات بتتفاوت. ممكن طب المنصوره بياخد اعلى من طب القاهره، طب حلوان ياخد اقل، فهتتراوح هيبقى اقل من 93 وممكن يصل ل 92%. تمام. اوكي. طيب في معانا برضو خلينا نسال عن، في محمد بيسال هل التنسيق موحد لجميع الطلبه؟ طبعا من خلال موقع التنسيق جميع الطلبه يقدروا يدخلوا ويسجلوا رغباتهم، ولكن بيكون وفقا للحد الادنى للمرحله اللي احنا ذكرناها من شويه، الشعبه العلميه والشعبه الهندسيه والشعبه الادبيه. تمام. ولكن طريقه واليات تسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات والجامعات
كلها لثلاث مراحل. تنسيق الثانويه العامه بيتم من خلال موقع التنسيق الالكتروني، وزي ما ذكرت هيكون من خلال الحاسب الالي الشخصي للطالب المزود بالانترنت ومن خلال معامل التنسيق الجامعي. طيب في معانا شروق بتسال المرحله الثالثه، في مرحله ثالثه ولا لا؟ طبعا لازم يكون في مرحله ثالثه، وزاره التعليم العالي ومكتب التنسيق اعلى من تنسيق الثانويه العامه هيكون على ثلاث مراحل. تمام، يعني في مرحله ثالثه. طيب تمام. في محمود بيسال على، مش فاهمه السؤال حقيقه، على المقسمين، مش طلاب التقسيم. تقسيم تمام. طلاب التقسيم دي فعلا وزاره التعليم العالي درست الموقف بتاعهم، وايه والمفروض ان هي اعلنت ان هيتم قبولهم وفقا لدرجاتهم ومجموعهم برضه. تمام اوكي. في معانا برضو سؤال عن تاني المرحلة الثانية، برضو خلينا نأكد برضو على السادة المشاهدين، المرحلة الثانية هتبدأ بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى، وزي ما قلت مش هتكون قبل يوم 28. طيب في ناس، في سحر، معلش، في سحر بتسأل لو ما عملتش اختبار القدرات هيكون إيه الموقف؟ النهاردة الدكتور سيد أنجيل اللي هو رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، في الحقيقة تواصلت معاه النهاردة صباحا، يعني عمل بشرى سارة للطلاب، في بعض الطلاب حجزوا لاختبارات القدرات ولم وتغيبوا ولم يذهبوا إلى الكلية اللي هم حجزوا فيها اختبارات القدرات. في الحالة دي متاح أمامهم إن هم يروحوا للكلية لو تغيبوا عن الموعد المحدد ليهم، والكلية بتحدد لهم معاد تاني، وده مستمر حتى يوم 25. مستمر معاهم إن هم يعيدوا تاني الاختبار حتى يوم 25. مش يعيدوا اختبارات القدرات، لا إعادة فيها، ولكن اللي حجز وتغيب بل أمامه فرصة. يعني أوكي. أنا حجزت. طيب واللي ما حجزش وتغيب، يعني ما حجزش أصلا من البداية. اللي ما حجزش أصلا متاح أمامه التسجيل برضه حتى يوم الاثنين المقبل يعني. تمام، اللي ما حجزش متاح امامه ان هو يحجز لحتى يوم الاثنين المقبل، واللي حجز وتغيب عن اختبار القدرات ممكن ان هو يدخل الاختبار حتى يوم 25. طيب احنا في معانا مريم بتسال الحد الادنى لادبي مرحله ثانيه هيكون كام؟ هيكون اقل من والحد الادنى للمرحله الاولى توقف وسجل 65%، المرحله الثانيه طبعا هتقل عن 60%. وده يعلن عنه خلال المؤتمر الصحفي يوم 28. 28 ان شاء الله يتم الاعلان عنه خلال المؤتمر الصحفي. تمام. بالظبط. تمام. الحقيقه ان في ناس كتير بتسال يعني باستمرار عن تنسيق المرحله الثانيه، فخلينا نقول تاني للساده المشاهدين عشان مش كل الناس كانت معانا من بدايه اللايف انه هو هيكون بعد يوم 28، تمام كده؟ تمام يا فندم. طيب تنسيق الدبلومات الفنية تاني، معلش لأن أحمد هاشم بيسأل عنه. تنسيق الدبلومات الفنية هيتم بعد الانتهاء من تنسيق الجامعات الحكومية لطلاب الثانوية العامة. يعني بعد ما ننتهي من مراحل الثلاثة لتنسيق الثانوية العامة هنبدأ في تنسيق الدبلومات الفنية. تمام. وبرضه أنا حابب يعني أقول بشرى للطلاب الراغبين للانضمام للجامعات الخاصة إن السنة دي هيكون تنسيق القبول بالجامعات الخاصة أيضا هيكون إلكترونيا من خلال موقع تنسيق تم تدشينه من المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور محمد حلمي البر. الموقع ده هيفتح للطلاب برضه بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى للتنسيق. تمام. يعني الاول الجامعات الخاصه كان القبول بيها بيتم من خلال مباشره للجامعه فعلا، وكان بيحصل مشاكل عديده انه كمان كانت بتحدد هي التنسيق قبل تنسيق الوزاره، وكانت الطلبه اللي هي بنقول يعني مش بتلحق الجامعات الحكوميه ما كانتش برضو بتلحق اماكن في الجامعه الخاصه، لان كانت الناس بتبدا التقديم قبل ما يتم الاعلان عن التنسيق من الوزاره. بالظبط، وكان بيبقى فيها برضو ظاهرة يعني التمصرة وهدخلك وكليات والكلام ده كله، فده هيتم القضاء عليه السنة دي. ده لأول مرة. من خلال التنسيق الإلكتروني هيكون في موقع للجامعات الخاصة لتنسيق الجامعات الخاصة، وهيتم من خلال الوزارة. بس ده طبعا بيختلف آليات الرغبات فيه، لأن طبعا هنا 75 رغبة في التنسيق الحكومي الطالب بيسجلهم، بالنسبه لتنسيق الجامعات الخاصه هيكون عباره عن 25 رغبه فقط، وده هينطلق
بعد الانتهاء من اعلان نتائج المرحله الاولى لتنشيء الجامعات الحكوميه. 25 رغبه للجامعات الخاصه و75 للجامعات الحكوميه. بالظبط. تمام. طيب في معانا سراج بيسال عن الحد الادنى لعلمي رياضه المرحله الثانيه. ده لسه برضو ما حددتش يعني عنه في المؤتمر الصحفي، ولكن الحد الادنى للمرحله الاولى للشعبه الهندسيه اللي هي علم رياضه توقف عند 80%. ففي طبعا توقعات ان المرحله الثانيه الحد الادنى هيصل قد يصل الى 70% للمرحله الثانيه لطلاب الشعبه الهندسيه. طيب في معانا برضو في ام بتسال يعني لازم اقدم من مكاتب التنسيق ولا ممكن اقدم من مكاتب عاديه في اي منطقه؟ لا مفيش مكاتب عاديه، هو في طريقتين المكتب التنسيق حددهم. اما الحاسب الالي الشخصي او اي جهاز كمبيوتر مزود بخدمه الانترنت او معامل التنسيق. ومعامل التنسيق يعني بتقدم الخدمه مجانا، يعني وليت الامر اللي بتسال دي بدل ما عفوا هي كانت عفوا الاء بتسال لازم تقدم من مكاتب التنسيق ولا من مكاتب عاديه في اي منطقه؟ الاء ما ينفع يعني انا بقول لحضرتك زي ما ذكرت كده، الخدمه بتقدم لطلاب الثانويه العامه مجانا من خلال معامل التنسيق. هي ممكن تروح مكتب تنسيق بيكون بياخد فلوس، فيعني دي نصيحه ان هي لا اما من جهاز الشخصي لا اما من معمل التنسيق، ومعمل التنسيق بيوفر فنيين بيقدروا يساعدوا الطالب على تسجيل رغباته وترتيب اولوياته. تمام. في ساهر بيسال عن الكليات اللي بتحتاج اختبار قدرات. طبعا الكليات اللي بتحتاج اختبارات قدرات هي كليات الاعلام والفنون الجميله والعماره والتربيه الرياضيه بنين والتربيه الرياضيه بنات. والاول مره هذا العام تم ضم كليه التمريض وكليه السياحه والفنادق برضو ضمن الكليات التي يستلزم القبول بها اجتياز الاختبارات القدرات المؤهله لذلك. وطبعا عدد من الكليات التكنولوجيه في الجامعات التكنولوجيه الجديده دي بيشترط فيها اختبارات قدرات ايضا. تمام. طيب في معانا محمد عماد بيسال هندسه القاهره من كام تقريبا يعني؟ مش هقدر احددها دلوقتي، بس هي الحد الادنى اللي يعني عايزه برضو للطلاب عايزه اطمنهم ان من المتوقع وفقا لمؤسسات التنسيق ان كليات الهندسه هيكون ليها هندسه بصفه عامه ما بحددش القاهره هيكون ليها طلاب المرحله الثانيه هيكون ليهم نصيب في كليات الهندسه، وده بيعود الى ان النسبه اللي كليات الهندسه قبلتها على مستوى الجامعات الحكوميه العام الماضي كانت اكثر من 20,000 طالب. هذا العام التنسيق الطلاب المرحله الاولى وفقا للحد الادنى المعلن حوالي 16,000 طالب او 17,000 طالب، فبالتالي هتبقى اماكن امام طلاب المرحله الثانيه في كليات الهندسه. تمام. محمد معلش يعني خليني اعتذر لك، احنا دايما بنسال اسئله كتير وممكن ان انا اكررها عليك، بس علشان في ناس زي ما قلت لك طلاب واولياء امور مش معانا من بدايه اللايف، واحنا عايزين نجاوب على كل الاسئله اللي بتجي لنا بقدر الامكان، ولان دي يعني خدمه احنا بنقدمها لهم من تلفزيون اليوم السابع، فان احنا عاوزين نجاوب على كل الاسئله اللي بتدور في ذهن الطلاب واولياء الامور، فانا بعتذر ليك على يعني بس عشان نجاوب على كل الناس. شكرا ليك يا محمد. طيب في معانا وليد سالم بيسال عن الطاقه الاستيعابيه لكليات علمي رياضه، تقريبا كام الطاقه الاستيعابيه؟ هو زي ما انا ما قلت لحضرتك بتختلف، يعني كليات الهندسه السنه اللي فاتت واخده من 15,000 ل 20,000 طالب. فبالتالي وفقا بقى للعدد ده بيتم زي ما قلت لحضرتك ان في ممكن يكون الفتره المرحله الثانيه ليها نصيب في كليات الهندسه، ليها نصيب في كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي. طبعا التوجه دلوقتي كله نحو كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي لانها بتخدم الثوره الصناعيه الرابعه في مصر، وتعتبر من الكليات المطلوبه في سوق العمل في الفتره الحاليه. فاحنا بننصح الطلاب برضو يراجعوا كليات الذكاء والحاسبات والذكاء الاصطناعي وتعتبر هي المستقبل في الفتره اللي جايه يعني. تمام اوكي. يعني طيب معلش يعني سؤال من روضه، روضه بتسال هي ومحمد عبد الرحيم يعني تقريبا عن الحد الادنى لألسن كام؟ تقريبا هو برضه في حدود تقريبا كام؟ انا هقول لحضرتك هو تنسيق السنه اللي فاتت كان يعني ألسن ممكن توصل لاقل من 90% تقريبا يعني.
اصل ألسن يعني كذا حد سأل عنها، في معانا شهد سألت عنها، وفي معانا احمد سأل عنها. ألسن واعلام على فكره جالنا عليهم اسئله كتيره جدا عن تقريبا الحد الادنى لكليه ألسن وكليه اعلام كام، فدي من الاسئله المتكرره من اول اللايف. في اسئله كتير عن الحد الادنى لألسن والاعلام. طيب معلش تاني، في حد كان بيسأل معانا يعني ما قريتش الاسم، معلش بعذروني، يعني امتى هينتهي تسجيل رغبات التنسيق؟ انت هيتم ايه يا فندم؟ امتى هينتهي تسجيل رغبات التنسيق؟ خلينا نوضح تاني يا سيدي. المرحله الاولى اللي هي التنسيق هنسجله بالاربعاء. المرحلة الثانية يتم إعلانها بعد يوم 28 أغسطس. طيب في معانا سحر بتسأل إن هي تاني لو ما عملتش الاختبار ممكن إنها، مش ممكن إنها تقدم في الكلية لو ما حجزتش بقى تقريبا، هي أصلا لو ما حجزتش أصلا للاختبار مش حجزت وتغيبت. أمامها الفرصة، لو ما حجزتش أمامها الفرصة، موقع التنسيق شغال دلوقتي برضه بالتزامن مع انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق، تقدر تدخل وتحجز اختبارات قدرات. يعني حتى يوم الاثنين المقبل، يعني موقع التنسيق يستقبل طلبات الطلاب الراغبين في حفظ اختبارات القدرات حتى يوم الاثنين المقبل. تقدر تدخل وتسجل وتروح تختبر قدرات، لان طبعا لو هي راغبه في الانضمام للكليات، قائمه الكليات اللي احنا ذكرناها من شويه، فنون وتربيه رياضيه واعلام وتمريض وسياحه وفنادق، لو بترغب في الانضمام لاي من الكليات المختلفه تذكر ان هي لازم تحجز اختبارات القدرات، لان لو ما قدتش اختبارات القدرات وتنسيقها ومجموعها جايب التنسيق القبول بتلك الكليه مش هتقدر تدخلها لانها لم تجري اختبارات القدرات. تمام. ناس كتير الحقيقه بتدخل تسال عن تنسيق كليات محدده، سواء اعلام سواء ألسن سواء طب او هندسه. خلينا نوضح للمشاهدين جزئيه مهمه جدا، ان احنا ما نقدرش نجزم هي كام، يعني احنا بنحاول ان احنا يعني نخمن مع حضراتكم، بس الحقيقه ان احنا ما نعرفش المؤشرات هتبقى كام. كلها بتبقى عباره عن توقعات، كلها توقعات، بس لما هتكون اتفضل. لان احنا بنقارن تنسيق العام الماضي والقبول بالكليات بتنسيق ومجاميع الطلاب لهذا العام. طبعا المقارنه هتكون صعبه جدا يا محمد، لان المجاميع السنه دي مختلفه تماما وجذريا عن كل السنين اللي فاتت. شهدت انخفاض كبير جدا. ده حقيقي. ولكن على كل حال عايز اقول لحضرتك ان وفقا لتصريحات وزاره التعليم العالي، قالت ان التنسيق السنه دي هيشهد انخفاض من 6% ل 10% على مستوى القبول بالكليات. السنه اللي فاتت مثلا سياسه واقتصاد كانت واخده 96%، ممكن السنه دي تاخد 90% فيما اقل، يعني لو حسبناها نسبه وتناسب الانخفاض ممكن تصل ل 90% فيما اقل. وبالتالي ألسن واعلام، كليات ألسن واعلام، علشان المشاهدين اللي كانوا بيسالوا سالوا عليها في ناس كتير سالت، دي بتاتي رغبه ثانيه لدى طلاب الادب بعد كليات الاعلام، وفي نفس الوقت بتسجل دائما حد ادنى للقبول اقل من كليات السياسه والاقتصاد. وبناء عليه زي ما قلت لحضرتك، لو حسبنا النسبه التي ذكرتها وزاره التعليم العالي ان التنسيق هيشهد انخفاض من 6% ل 10%، يبقى كليات الألسن وكليات الاعلام هتاخد السنه دي اقل من 90% برضه، يعني بس تقريبا. ده طبعا كله بيبقى عباره عن توقعات وتقديرات. ده حقيقي فعلا، دي توقعات، والتوقعات بصراحه يعني هتبقى صعبه جدا في ظل الانخفاض الشديد في الدرجات. طيب في معانا عزه بيومي بتسال، المرحله الثالثه ليها كليات حكم جامعات يعني حكوميه ولا لا، والنسبه هتكون تقريبا كام؟ فخلينا نوضح تاني هذه الجزئيه الخاصه بالمرحله الثالثه يا محمد. معلش المرحله الثالثه هتبدا بعد الانتهاء من المرحله الاولى والمرحله الثانيه ومرحله تقليل الاختراب. الحد الادنى ليها طبعا بقى بيصل للمرحله الثالثه، بيصل ل 50% الحد الادنى للقبول، يعني طبيعي السنه اللي فاتت كان وصل لهذا الحد. تمام. طيب المرحله الثانيه برضو قلنا بعد المرحله الاولى بعد يوم 28، يعني بتمنى الحقيقه ان احنا نكون قدرنا نجاوب على كل الاسئله اللي بتشغل بال كل الطلاب وكل اولياء الامور. لكن خليني معلش قبل ما اختم معاك، في لولا صلاح بتسال عن التنسيق الازهر اخباره ايه؟ تنسيق الازهر برضو هذا العام هيكون من خلال موقع التنسيق الالكتروني، وكانوا مدوا برضو باب اختبارات القبول، ولكن مؤشرات. لو هي بتسال عن مؤشرات لسه برضه ما حدش يقدر يجزم ما حدش لسه يقدر يجزم. بالظبط كده.
تمام. بنتمنى زي ما قلت ان احنا نكون جاوبنا على كل الاسئله اللي بتدور في ذهن حضراتكم. شكرا ليك يا محمد على كل المعلومات وعلى كل التفاصيل اللي اضفتها لينا، شكرا جزيلا ليك. شكرا. شكرا ليك يا محمد. طيب قبل ما اختم مع حضراتكم خليني اقول لكم انه رئيس جامعه القاهره دكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعه القاهره، قرر واعلن تخصيص 90 منحه مجانيه كامله ل 30 طالبا الاوائل في كل شعبه بالثانويه العامه سواء علم علوم او علم رياضه او ادبي. هذه المنحه بتشمل المصروفات الدراسيه والكتب وايضا الاقامه والتغذيه بالمدينه الجامعيه، موضحا ان ال 90 منحه اللي اعلن عنها بتشمل الالتحاق باي نظام تعليمي. ال 90 منحه بتشمل الالتحاق باي نظام تعليمي بالجامعه وبرامج الساعات المعتمده وايضا برامج الدرجات العلميه الدوليه المزدوجه او المشتركه او الاقسام اللي باللغات الاجنبيه. ايضا وقال دكتور محمد الخشت ان جامعه القاهره بتواصل العمل نحو التطور العالمي لمواكبة كل الجامعات المتقدمة وإدخال نظم تعليمية جديدة غير تقليدية ومناهج ومقررات أيضا دراسية مختلفة، بالإضافة إلى إدخال مناهج بتلائم وظائف المستقبل والتكنولوجيا واستقطاب علماء من دول العالم للتدريس في مختلف التخصصات من أجل يعني نقل الخبرات والانفتاح على ثقافات العالم، واللي طبعا أكيد بيساهم في إطلاع الطلاب الجامعة على العديد من النظم العالمية. وأضاف أيضا دكتور الخشت أن جامعة القاهرة بتمتلك منصة تعليمية بتعد من أقوى أنظمة التعليم ذكي في العالم، كما تحقق الجامعة منافسة قوية مع الجامعات العالمية بقوة برامجها وأساتذتها وأيضا جودة المناهج والكفاءة العلمية لها. ده القرار اللي أعلنه دكتور محمد عثمان الخشت، وهو تخصيص 90 منحة مجانية ل أوائل الثانوية العامة في كل شعبة سواء علم علوم أو علم رياضة أو أدبي. شكرا لحضراتكم طبعا على المتابعة في هذه التغطية الموسعة من داخل تلفزيون اليوم السابع، وكنا بنحاول ان احنا نجاوب على كل الأسئلة وكل الاستفسارات اللي جاءت لينا من الطلاب ومن أولياء الأمور واللي بالتأكيد انها بتدور في أذهان حضراتكم. شكرا لكم طبعا على المتابعة، وبنتمنى كل التوفيق وكل النجاح لأبنائنا الطلاب في الثانوية العامة. شكرا لكم ودمتم في أمان الله ورعايته، إلى اللقاء.